اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبت وثاق موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. واسألك الله العلا في جناتك. اللهم إني أسألك موجات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنية من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغ به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا الله بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا مريض إلا شفيته، ولا عاصي إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائب إلا لأهله غانما سالما رددته. اللهم اقضي لنا حوائجنا في الدنيا والآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Thank you.
بسم الله ما شاء الله. بعد خروجنا من صلاة الفجر، فجر يوم الجمعة، نطلع مصلي نشوف.